بعدهم يعني لك؟ كانها وهسه ما دام الوفي جرحون قلبه بعد ما عندي غالي كلها غربه هي ايام تعبر وانسى وارتاح وكاس فراقهم لو سمه شربه الله الله كنت ازعل واروح وارجع عرضه ويضحكون الدمع توشوفه غضه ردت عود ازرع بقيعانهم طيب بس هو الزرع كل من وحظه قمت منهم قوي قومت هواديد عشرة وبيها منة تولي ما اريد خلها اليوم محترقة البساتين باكر تمطر ونيرانها تهيد انه يدوس على عزة نفسي دسته وقلب الخايف على الذيب بعته خشبة بصدره حطيت وتعافيت وجرح تراب رشيت على شفته. مشاهدينا الكرام، عرفتوا ضيفنا لهذه الحلقة، راح تكون سفرة ممتعة من الشعر والحوار والجمال بكل الحلقة إن شاء الله. وسبب هذا الجمال الضيف الحبيب أحمد المرشدي، نورت يا حبيبي. النور نورك وشكرا لك، شكرا للبرنامج المهلهل وقناة الأيام. إن شاء الله نخلق لحظات سعيدة لك ولسيد المشاهد. جيد، شكرا، شكرا لك. الله يحفظك. الحلقة متأخرين وقتها، مستعجلين، أي الخيارات؟ والله أي شيء يطلع من عندك هو حلو ويجب وقته حلو. أنت اختيارك دائما يكون جميل. أنت متابع المهلهل؟ طبعا أكيد، اليوم برنامج المهلهل من البرامج المهمة بالشعر الشعبي، فأكيد نتابعها. تخاف منين؟ علي بن أبي طالب عليه السلام يقول الخوف أمان، ومثل ما تعرف الخوف مو نفس الجبن. احنا ممكن نخاف على عوائلنا، نخاف على مسيرتنا، نخاف على نتاجنا، فالخوف غريزه عند كل انسان. تخاف على جمهورك لو على قلمك؟ والله حتى اكون صريح وياك اخاف على قلمي اكثر، لانه بالتالي قلمي هو اللي خلى الناس الجمهور ممكن تسمع من عندي، او ما اقدر اسميهم جمهور، اقدر اسميهم اصدقاء. انت بدايه لشنو؟ يا بدايات المحبة، يا نهايات الغرام، يا نهايات الوله. أتمنى أكون بداية المحبة، بس إن شاء الله مو نهاية. إن شاء الله. ونهاية شنو؟ نهاية للانكسارات، نهاية للدموع، أي شيء حزين سلبية نتمنى. والله هي أمنيات لو 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 أكو سعي، يعني احنا نحاول قدر الامكان، بس انت تعرف سقف الطموح دائما عالي، فتحقق شيء من عنده نتمنى نوصل لاعلى درجه. صرت بيوم الايام سبب بدمعه شخص؟ اي مرات الظروف ابو الاكبر او الخذلان يصنع من عندك انسان قاسي. الله، يخليك ممكن تجرح انسان ما الى اي ذنب وياك، كل ذنبه هو يحبك. اويلي. اي بس انت ما تقدر تبادله نفس الشعور. هاي مشكلة. تعبتني وانا عند هواي وادم تعبتهم، بقد كسرت ببابك ببابك كسرتهم. اوف، انت عايفني لان ما حاس بي، وانا هم مثلك يحبوني وعفتهم. يقول كاظم الحجاج، اي شاعر الكبير، الف تحية له، الف تحية. يقول المياه الراكدة أسماكها مهددة. الله، شنو رأيك؟ عظيم، كاظم الحجاج شاعر كبير. أنت غامض لو واضح؟ والله بين هذا وهذا، الوضوح التام هم أشوفه مو حلو، هم معيب، مرات نحتاج الغموض. ها، أي. يقولون الرجال صناديق مقفلة. طبعا أنت واحد من الصناديق المقفلة. أنا عندي بيت يقول أنا الصدر صبح صندقشت أسرار ومبسمرها بقفالة وسراقي. مرات اكو اشياء مو صحيح تنقال ومو صحيح تنعرف، ما كل ما يعرف يقال. اكثر شخص تحس روحك يمه انه انت تتجرد من هواي اشياء تكون يمه طفل؟ والله يعني حتى اكون صادق بجوابي هذا بالخصوص، يعني انا عندي طفله صغيره، بنتي عمرها سنتين، الله يحفظ اولادك.
الله يحفظك زمرد. فأنا يعني أحس نفسي بعمرها من ألاعبها من أشاقيها بدون أي قيد. جميل. يم الوالدة شنو تحس؟ يم الوالدة أشعر بالأمان، يعني مجرد سماع صوتها بالبيت هو يخليني أطمئن. أمي من تدعي لي أشعر ملك صالح يصعد يوصل حكيها. الله. أمي من تدعي لي أشعر ملك صالح يصعد يوصل حكيها. عيونها من تضحك صغير ونصير، وأحس خلص عمري من أسمع بكيها. شجرة ما ضمت ثمرها، أم عكازة أبوي اللي من تعب مدت لديها. الله الله يحفظك. الله الله يسلمك. الله يا حبيب. الله. ممكن يكون شخص في يوم من الأيام هو سبب حزنك وسبب سعادتك بنفس اللحظة؟ والله يا أبو الأكبر، التعلق بكل أشكاله هو قيد. أنت تعرف اليوم على أبسط شيء ممكن شخص تحبه ممكن برسالة يغير مزاجك. الله. ويقلب يومك بكيفه، مرة يسوي سعيد مرة يسوي كئيب. رسالة. لذلك أي رسالة بسيطة. لذلك أنا أحاول قدر الإمكان أتعلق بأشياء مو بأشخاص، لأنه تعرف بالتالي الأشخاص هم مزاجين وهم يتغيرون. الله. أي. نقدر ناخذ قصيدة؟ البارحة من وادعتني خلصتها احترق وطفة ونايحة تحطنا على سكة نايحة. والله متعجب عليك، شلون عينك خذت نوم البارحة؟ الله. شلون بعت الذكريات بليلة وحدة؟ أنا شيل الثوبك من الطين ما ناسيها مدة. أنت ذا ناوي عشق فترة وتروح، شنو ذنب تخلي روح مشلبة بيك؟ أنا كم مرة قلت لك لا تعلمني عليك، هاك هسه شلون أنام بلا يديك؟ شلون قلب الشالني هاقد سواد بنص شايل؟ لو معلمني على كسرات الظهر عاد أمشي مايل. الله. أنا شي عبرني هسه الشوق والحب والقصايد والرسايل؟ من كنت أزعل ودير الوجه عنك كنت أريد بقلبك تكبر مكاني. كنت أقول لك ما يهمني فراقك ومن تمشي عاني، علميتك عالجفة وظليت ثاني. كنت أقول لك ما يهمني فراقك ومن تمشي عاني، علميتك عالجفة وظليت ثاني. وكذبت من قلت لك شموعك شلتها من الصواني، وانت حسبالك نسيتك وداعتك ليلية تشعلني وتطفيني لغاني. وداعتك جرحك بخير ولسه رجفت صدري من تخطف نفسها، ولسه كل ما اشوف غيمة دموع احسها، وبابنا المشتاقة لسه جفوفك الحلوة بنفسها. اش قد ردت من بال اشيلك بس بقيت اليوم. اش قد ردت من بال اشيلك بس بقيت اليوم بالصدفة مثل عطرك لقيت. حاولت بس ما قدرت ألزم عبرتي بهوست السوق وبكيت. تدري حسبالي نسيت. الله. تدري شماتك حشو وجهك بعيني ودمعت عيني وبكيت. راسمينك مو حلو لا كأنك أنا، وطلعوا لي وجوه حلوة وقالوا اختار بمكانه. الله. ساوموني وشفتك بتال الدرب تضوى منارة، وطمعوني بلونهم وتوسلوني وروحي قالت لي سمارة. ترسوا الدنيا رسايل ما تشبهك، جمعتهن وحرقتهن وورثت منهن جقارة. ولا يهمك هاي هي خاف واصل لك حكي مبرية ذمتك، لا يضل بالك علي لون شوياتك وشم ومدفدي، حتى هجرانك حلو. الله الله الله. وهاي هي لا يهمك هاي هي خاف واصل لك حكي مبرية ذمتك، لا يضل بالك علي لون شوياتك وشم ومدفدي، وحتى هجرانك حلو دلاني بيه. سلامتك. الله يا كبير. يا حبيبي. أحمد أنت تكذب؟ شوفوا أكو كذب أبيض. أي. بس أكو كذب خطر. مرات من تكذب على نفسك.
تتخيل نفسك انت نسيت فد موضوع معين او شخص معين. الله كذاب لسه اشتاق لك لسه. مرت سنين وما عرف تنسى. بقمصان طعمك وبمخاد ايدي وشبقات ايديك موشمه بايدي. شنساك انت ويمي لك طاري ويسالني عن تسيارتك جاري. الله العشره مو بالهين تعدي. الله ولا سهله يوميه عشق يبدي. الله صعبه احب غيرك جربت صعبه عيونك عرف وعيونهم غربه. الله الله يسلمك. الله 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 يحفظك حبيبي احمد. بصراحه عدا اكون القاهم جيفارا هذا الثائر العظيم عنده مقوله تقول لا تموت قبل ان تكن ندا. فهي تجربه الحياه بشكل عام مثل ما نلتقي بهواي ناس يحبوننا نلتقي بناس يكونون اعدائنا بس الجميل بالموضوع من انت ما تتعامل وياهم على اساسهم اعداء. شو تتعامل وياهم؟ تتعامل وياهم على اساس هم ناس عندهم مشاكل نفسيه تجاهك. يعني قصدك ما بيمشي ينكره؟ مو لهذا الحد ولكن الاشياء اللي ممكن يكرهونك عليها يجوز انت معتز بيها. مثلا؟ مثلا الاعتداد بالنفس. يعني حلو الشخص من يحب نفسه. شكرا. يا اخي انا اذا ما احب نفسي ما اقدر احب الاخر. طبعا. طبعا. احمد اذا وقعت بمشكله تخابر منه؟ والله يعني الاصدقاء زينين هواي بس هاي الفتره صراحه يعني عندي صديق كلش عظيم وليد الشبلاوي يعني الف تحيه الى ابو ليث. هذا صديق الف تحيه الى والال شبل. الف تحيه لهاي القبيله العريقه طبعا. وليد يعني من الناس اللي الله رزقني بيهم. ها كفو والله من الناس اللي الله رزقني بيهم يعني خاصه يمكن هاي اخر سنتين. فاكو مقطع عندي يستاهل اهدي الهيا يقول جبناها سوى من الماكل للنعمة نحكي بوقت جبناها سوى من الماكل للنعمة نحكي بوقت بيكان الحكي زحمة نتباعد جروف ونلتقي جفنياً تلمنا وسادة وحدة وطيفنا نقسمة نشابه قلوب ورسم وحكايات وظنون وأشب من يحترق دمه مطعونين نتلاقى بقفان أسهام بس فن اللي يفرزن سهمة عن سهمة. الله الله يسلمك يا أخي أنت شاعر مهم فدوى لعينك. الله يحفظك ما عليك زود ولا كبار بالله الكريم. الله يسلمك يا حبيبي. ناخذ فاصل براحتك. مشاهدينا الأكارم فاصل ونعود إليكم انتظرونا. مشاهدينا الأكارم البارت الثاني مع الكبير أحمد المرشدي. يا حبيبي برأيك تستحق كلمة كبير؟ والله أتمنى أكون كبير بس أنا بعدني أحس نفسي صغير وشاب بعدني. لا كبير نتاج. والله أتمنى يعني صراحة هو هذا إذا أكو هم شعري فهو هذا يعني على مود أترك نتاج ممكن يخلي اسمي أسماء الكبار يعني اللي إحنا متأثرين. لا رب سائل أن يسأل أنت منه. أنا أحمد المرشدي. واضح وفخامة الاسم تكفي. الله يحفظك. يعني أنا أدي هيك بيت يقول أنا المال قوله وصاف لما نسولفوا عنه. كفو غير صاحبك. كفو الله يعزك. أنا المال قوله وصاف لما نسولفوا عنه أنا لا جاب جدم الخوف ولا بالمستحت عنه. بعد إيدي اشتروا بغيري انا الماي. اي والله انا الماي انشبع منه. كفو والله. كفو من شاربه. كفو الله يعزك يا حبيبي. هيك خلنا نروح شوي نتحرش بالقلب. الله يستر. اكو ناس قالوا لك انت اغلى من روحي. مشكله الناس والكبار هم اكو يعني جايك يمكن انت راح تفهمني. مشكلة الناس تنطوي عود بلحظات عاطفية بعدين تنساها. افا اي فمرت ايام ونسونا وبرد شوقل كان يشوي وقطعوا السكة تودينا عليهم
واحنا يا حيرتنا حيره لا نسينا لا قدرنا نعود ليهم. ايش ينقص من الدنيا لو ماكو زعل؟ الله اكبر. بات ليلي على ديهم. الله اكبر. الله يسلمك. شي ينقص من الدنيا ذا ماكو زعل؟ ونبات ليلي على ديهم. والله ما ينقص شيء. غير. بس هي هيك. انت هاي مال بس هي هيك بصراحة، الموضوع عادي لو مكابر الرجال. والله. لا خليني شوية يعني انطب للعمق. لبطين الحر نوصل. شوف يمكن أنا هسا أسئلتك جاي تخلينا أستذكر أبيات. مرات الأشياء هاي اللي تبين على وجهك نحاول يعني المكابر يخلينا ما نريدها تبين. كيف نخفي حبنا والشوق؟ والشوق فاضح بس هي للأسف تبين خاصة عند الناس اللي تفهمك، يبين انكسارك وحزنك. مشكلتنا قلوبنا ونشويها كون يصح بدينا، تبكي على العافوها تنزف ناس حتى قلوبهم من غير طينة. حتى ذا ضمينا على الوادم دمعنا، التعب وجوهنا مبين علينا. الله الله يحفظك. شنو امنياتك؟ والله الاماني كثيره، بس اتخذتني الجانب عاطفي. الامنيه بالجانب العاطفي هي بسيطه بس يمكن مستحيله بنفس الوقت. انا اتمنى الناس اللي يفارقونا ياخذون ذكرياتهم وياهم. الله. اي أنا متعود أضم على الناس جرحي. اللي فارقونا ياخذون ذكرياتهم، أشياءهم، أغانيهم، تفاصيلهم. الله الله. أنا متعود أضم على الناس جرحي، وروحتك خلتنا بينه. أنت لو ماخذ أغانيك وياك كان هسه الفرقة هينة. أوف. إيه. أنت شايف هذا تبادل الأغاني؟ إيه. سوى مشاكل بعدين. سوى مشاكل باللي تدخن. تدخن بقوة. يعني تحسها سلوى؟ والله يمكن هي لو تعويض. يعني يمكن كاظم اسماعيل القاطع يقول اسلوب تفاهم. يقول هيجي كاظم اسماعيل القاطع الله يرحمه يقول هيجي وكأنما من 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 طلق الدنيا، لا جقارة أيه. ولا سياسة أيه. ولا حبيبة الرحمة والمغفرة لأبو وسام. اي بس الجقارة تحس اكو اسلوب تفاهم بينك وبينها. يعني هي اكو مقولة هيج ما اتذكرها بالضبط، بس هاي يقول هي انت تقتل نفسك على مودها وهي تحرق نفسها على مودك. والله فهذا اسلوب التضحية المتبادل كلش حلو. احمد برأيك ممكن الشاعر يموت غير الموت هذا اللي نعرفه؟ والله يا ابو الاكبر الشاعر الحقيقي ما يموت. اذا قدر يصنع أثر راح تلقى له ولادة بكل جيل. زين ممكن هو يعني أوكي شاعر حقيقي لكن ممكن يمر بظرف يموته. أنا أقصد واضح عند حضرتك، أنا أقصد يموت شعريا. ممكن مو موت يعني ممكن شاعر ياخذ استراحة بس الشاعر موت. الشاعر عطاء مستمر مو موت. يعني هي رحلة الحياة انت تقضيها شاعر صراحه، لانه ايش قد ما تنطي لازم بعد. برايك سؤال ثاني يقودنا، ايهما اطول عمر، الشاعر لو الانسان العادي؟ عمر الشاعر اكيد قلت لك هسه، قلت لك الشاعر ممكن ينولد بكل جيل، والدليل احنا جاي نستذكر المتنبي. يعني ممكن هو الجسد ماله طبعا لكن هو ذكرى موجود، بس هو نقل لك حياته على ورق فراح ينولد بكل جيل، واحنا جاي يعني جاي نعيش هاي الاشياء ويا شعراء ممكن ما معاصريهم، يعني المتنبي مثلا او فلان ابو تمام ابو علاء المعري، كل هاي الاسماء الكبيره يعني اللي قدرت تصنع اثر. انت كريم، اتمنى والله اتعلم منك. الله يعزك. لا العفو العفو، يعني قصدي الاشياء اللي عندك تطيها. مو كل الاشياء حتى اكون صادق. اي اكو اشياء. إيه المصيده لطيفه يعني، انا بصراحه خلي ما اخفي اكثر. إيه انا يعجبني شخص احاوره بهاي الطريقه، يعني انا كلش يعجبني. فدول عينك. اي مرات اكو اشياء انت تكون اناني بها ويصير عندك حب التملك. يعني ابسط شيء انت من تحب شخص، يعني انا اذا حبيت شخص اتمنى اشتري عيونه. لو يموت ما تطي. لا عيونه هاي اتمنى اشتريها حتى ما يشوف احد غيري بيها.
لا يا رب. اي والله مره كتبت تبيع عيونك بعمر اشتريهن. تضحك يا سلام الله عليك. اي والله اضحك. ولو حلواتهن بكل الاحوال ويلو قلب ضحكهن وبكيهن، انا ما حابهن من صغري غلطان. ترى المفروض من حضن امي اجيهن. الله يسلمك. تمسك هذا تمسك تمسك مو؟ انت تعني لك العيون؟ يعني صراحة يعني شفرت العيون. آه. اي والله. لأنه العيون شلون المواصفات والله مالت العين اللي تعبها؟ العيون أبو الأكبر تقول أشياء يمكن الشخص نفسه ما يريد يقولها. وأنا يعني أعتبر نفسي أفهم بلغة العيون؟ أفهم بهاي اللغة. فاكو هيك خلينا نبحر بهذا الموضوع يرحم أهلك. سامع كلمة أحبك من العيون؟ قارئ كلمة أحبك من العيون حتى تكون دقيق. هواي هواي سامحها. لا اسمعها اسمعها. اي والله. زين اكرهك؟ لا اكرهك ما تطلع من العيون. من التصرفات. اي افعال. الكره بافعال. يعني خلي ببالك اللي يقول لك اكرهك هذا بعده متمسك بيك ويحبك بس يريد يفهمك. بس اللي يكرهك فعلا راح يتصرف تصرفات وياك يخليك تشوفه شخص غير اللي تعرفه انت. خلينا ناخذ قصيده. اي قصيده تقول سهل فرقاك سهل فرقاك بس اللي عجبتني ردت فعلك اخ ايش حسستني ابكي وحاضنك وانت بقلق سيف استخسر فيك. سهل فرقاك بس اللي عجبتني ردت فعلك آخش حسستني أبكي وحاضنك وانت بقلق سيف استخسرت ايدك تحطها على متني. ايش عندك قابلية تسحق إحساس واحد حاطك بين الله والناس واحد قال لك شبعان خذلان. ايش عندك قابلية تسحق إحساس واحد حاطك بين الله والناس. لا بعد هذا البيت بعد بعد بعد. ايش عندك قابليه؟ يعني ادعو المصممين يدير بالكم على هذا البيت. ايش عندك قابليه؟ تسحق احساس واحد حاطك بين الله والناس، واحد قال لك شبعان خذلان وبدونك عمري يخلص شزة الكاس. اعرفك ثلج بس كنت انا عاند وقلب وعقل نيران وكواغد. انت المعركه اللي تستنزف اعصاب الخضتها تلاهب وذبتني بارد. أحبك رغم كل هذا أحبك بس بعد ما راح أقول لك ولا راح أشتم من تراب ظلك. عزة نفسي أهم من قلبي بهواي وكسرة خاطري تسواك كلك. أطخ لك راس أنا النخل حدري يا حب يا غزل يا عشق عذري من الدوز قلب أغفر لك يجوز بس يم الكرامة تشفى شري. سمعت مكابري من الدوس من الدوس قلب اغفر لك يجوز بس يم الكرامة تشفى شري تشفى شري. سمعت مكابري وصبري وعنادي واندل وين ادق رجلي من عادي من غل انسانه واصلع لاهله بدي بس اقدر ارجع انسان عادي. وباشر ترد وبطولك كسرتك تبرر روحتك جرحك رجعتك واسمعك اسمعك بس قبر ما يفهم اعذار ولا يهتمش ما تكبر دمعتك. الله الله يسلمك. الله 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 يحفظك يا حبيبي. يقولون القصيده هي هاجس للحظه. هاي القصيده هاجس لو قرار. والله صراحة أنا أتخذ قرارات يعني بعد المحاولات وبعد التعب والجهد. يعني أنا أنطيك إيش قد ما تريد طيب فرص. زين وين السبعين محمل بهذا؟ إيه أخلصهن السبعين محمل بس بالواحد وسبعين أتغير إلى شخص آخر. شخص رسالته الأخيرة تكون مو مثل قبلها تختلف جذريا. تسمع آخر رسالة؟ شعدنا وإحنا قاعدين نسمع. هاي آخر رسالة اقراها وانسه. ردتك عمر وانت تريد وانسه. صرت ويا قلبه مثل الجنة وابليس
لا حسبالك انت بقلبه لسه، كنت منح سبع زازي اغص بيك واخر الوين وين وتاج اخليك، كنت من دم احط شفتك لون واعزل لك افراح ايامي وانطيك. ايش لقيتك طير قوه تقوم وطيح، وعلمتك شلون تعاند الريح، عش باني لك من ضلوع لك صار نكرته ورافق الطيش الفلاليح. مو زعلان مو زعلان، لا حطيت لك حد كاف احترق وانت بنار تبردي. مو زعلان مو زعلان، لا حطيت لك حد كاف احترق كاف بنار تبرد. ايش جنيت بعشرتك غير الخسارات؟ ما حد ضحى مثل ذاك، ما حد. للأمانة يعني أنا حكم معرفتي بيك الشخصية، أي. أنت رجل تكابر، بس يقولون يعني الشاعر يطلع ما بداخله بالقصيدة. أي. الله يساعدك. الله يحفظك يا حبيبي يا أبو الأكبر، الله يسلمك. أي والله الله يساعدك على هذا الوجع. أي بس هو إيش قد نسبة الحقيقة بيه صراحة؟ أي. يعني أنا قصائدي يمكن نسبة الحقيقة بيه 90%، أنا إذا ما أحس ما أكتب، لازم أحس يعني، لازم أشعر بالأشياء حتى أكتبها حتى أقولها. لذلك تشوفني مقل بالكتابة، يعني بين فترة وفترة يلا أقدر أطلع قصيدة على ما أمر بموقف أحس، يعني هو شعور أعيشه، شعور ممكن أعيشه وأتعايش وياه على مود تنولد عندي قصيدة. اسمح لنا ناخذ فاصل. تفضل. انتظرونا بالفاصل الأخير إن شاء الله راح تعجبكم الحلقة. فاصل ونعود إليكم. مشاهدينا الأكارم، البارت الأخير مع الحبيب أحمد المرشدي. يا حبيبي أبو الأكبر، شنو تحب يصيحوا لك بالشارع؟ الشاعر لو أستاذ؟ لا من يقولون هذا 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 منو؟ إيه إذا يشار إليه فبالشاعر أكيد. شاعر. شاعري. برأيك اليوم صفة مشرفة؟ أكيد صفة عظيمة بغض النظر عن النماذج السلبية بهذا الوسط. أكو؟ هي طبعاً أكو موجودة وموجودة واضحة للعلن يعني مع كل الأسف، بس إحنا لأنه نشوف الناس إيجابيين، الناس الإيجابيين والزينين هواي، فن يعني إحنا هذا اللي يمثلنا. وياي وياي خليك. منو بيكم صبح والفعدوة وربع ما بقت عندهم مروة؟ أنا واحد خضت حرب القريبين، أنا واحد خضت حرب القريبين ودرب النار دست خطوة خطوة. منو بيكم وصل تفكيره ضده ويماشي ننزله ودمعة على خده؟ أنا الخانوع زازة واستحي يقول ونذب له أحلامه وردة وردة، أنا الخانوع زازة واستحي يقول ونذب له أحلامه وردة وردة. شنو الطيب قبل بس غيروني، الله أكبر، بالحب والتسامح عيروني منها وقمت ارد على السيف بالسيف، وش الصوقف بريجل يشتهوني، صرت اتعامل على الشوق عمله واللي يبعد شويه شويه كمله، وخلي يسمع كان يدوس ويبوس بعد يحلم على السبعين حمله، احاسب على حكايه المول واقي والف باب افك للرايد فراقي، انا الصدر صبح صندقشة اسرار ومبسمرها بقفاله وسراقي، بعد منها وغاد العين باثنين وبالحظ والبخت كل اصبع بعين، زرعت الباكر وما خضر ومات، حالات العشره نقدي يتعب الدين، حالاتك صاحبك من يذبل وياك، حالاتك صاحبك من يذبل وياك، وقبل صوت الطين تسمع الهاك، ولو هو المعاشر صيد وسهام واللي يجيسك بقلبك ذاك من ذاك. الله الله يسلمك. انت خسرت هواي اشخاص، والله تراكم الخسارات ابو الاكبر تخليك تؤمن بمقولة تقول اذا كان الطريق على ما يرام فاعلم انك في كمين، بحيث باجمل لحظاتك بلحظات الحب بلحظات الامان باللحظات اللي انت المفروض تسافر وتطير بيها تكون متخوف وقلق. مشكلة هاي بقمة الحب والمشاعر والحنين
وفراق وجهك كان يثراوالي، أشعر بغربة شوكت وأنا على ديك، وأحس بالمر يمته من تحلالي، تقترب وتقول لحبك وأنا خاف وأرجف وراح أمطعن حسبالي، ومن أرد منك أظل بروح ألوم، وعركة تكبر بين قلبي وبالي، وريحتنا الله يريحك من بديت تنزل بسقف الطموح العالي، جرحك أجمل جرح عرفنا عليك، أكد أفكاري وسراب آمالي، وفضلك تعلمت وبراسي بنيت صورة عن الشخص الاستغلالي. الله. من البداية توقعت فترة وتبيع حقك التعب عشرته الغالي. الله 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 يسلمك. أحمد، الـ الـ ممكن يكون شاعر ما موجوع؟ والله يعني هاي حالة نادرة، بالتالي الشعر وليد المعاناة، يعني يمكن أنت تعاني مو بالضرورة يكون تكون معاناتك مثلاً مادية، طبعاً تكون معاناتك مثلاً وطنية أو عاطفية، فبالتالي هو لازم تشعر بشيء، مثل ما عرجنا بالبداية لازم تشعر بشيء وتعيشه على مود تقدر ترجمه على ورقة، بالتالي هو شعر يعني أشوفه انعكاس لما بداخلك أنت. بصراحة اللي يبحث عنك وين يلقاك؟ إيه، اللي يحبك يندل خدك، نقطة راس طبعا هاي منتهين من عدها، بس إذا تقصد الناس اللي يخسروني فلا يدروني. ها إيه. أوفر عليكم الوقت؟ لا، كنت في يوم من الأيام يمك يا أخي، ليش ما حافظت عليه؟ ما عرفت تحافظ عليه. باكر لا تدورني، باكر لا تدورني، أنا قلت له باكر لا تدورني، الجفة تعلوم مو شمرة، قلت لك من أحس بعينك الحب مات، بعينك ينحفر قبره، وقلت لك من تزل وياي شح وياك ماي وشربت الصحرة، اللي يهتشفي بعد لا يرد، ما معذور أنا مثل العمر مرة. إيه، فبعد لا يدور. أوفر عليك الوقت. إيه، يمكن تلقى أشباه بناس تاني. الشعر وسيلة لو غاية؟ والله الشعر غاية في ذاته، أيه. وممكن يكون وسيلة إذا كانت الغاية أسمى. يعني شنو الغاية تكون أسمى؟ ممكن مثلاً. ممكن أنت تصلح مجتمع قصيدة، لطيف. ممكن تعالج مشكلة بمكان معين، قصيدة اجتماعية أو قصيدة وطنية أو قصيدة دينية أو مشكلة طائفية. أما الشعر لذاته فهو بحد ذاته غاية. من شنو تعاني؟ والله المعاناة هي أهم لذيذة، لو مو المعاناة ما قدرنا نكتب هاي الأشياء اللطيفة. من خلال كل القصائد، يعني هسا أنا داري أحكم الأشخاص اللي مقصودين بالقصائد كلهم هم غلطانين وياك، صح؟ ممكن. جيد، هل من الممكن أنت غلطان وياهم؟ ممكن. جيد، زين راجعت تصرفاتك؟ ايه، هي طبعا هم مو مجموعه اشخاص، هم شخص. اي بس انا قصار. بس انا اشوفهم اشخاص. ايه، بس هي تعرف انت حالات مرات، يعني اراجع تصرفاتي، بس انت تعرف بالاكبر احنا ناس مزاجيين، مرات المزاجيه تخليك ما تهتم، بحيث انور ده صلح الغلط، انور ده صلح الغلط واتعب منين ابدي، لا ضحكت بخاطري ولا دمعت بخدي، خل كلها عني تشح، انا ارضى ظل وحدي، بايع الدنيا بفلس لا جيب لا ودي، وهواي عندي عتب، هواي عندي عتب، بس خلق ما عندي. الله. اي والله هاي مشكله. اي يمتى تحس روحك كبرت؟ والله او يا عمر يعني لك، انا صراحه عندي فوبيا من هذا الموضوع، يعني هسه انا قاعد يمك عمري 19 سنه وخايف من العمر، بين على 19 بس قدي. ما شاء الله بنينا ما نكذب. من شنو مليت؟ مليت
نتظاهر بالقوة. شوفني يا يعني أنت قوي؟ أنا قوي. وفوق هذا يعني ما أحب أحد يشوفني منكسر. بس مرات قدام صورة الشخص ما قدر تعبر مرحلته أنت تنكسر. إيه. كون أشوف صورتك وأخلص. يطيق قلبك. أتمنى. قبل القراءة. كون أمنية كون أمنية أتمنى. كون أشوف صورتك وأخلص ليش؟ كون أشوف صورتك وأخلص. أبكي يمها وهي تضحك وليلك اللي يشرب بدمي ويابس يذبني على صبحك. ليش راحت قلبك بشلعان قلبي وصحت من آلامي فرحك؟ أنا بتشتني الهدايا تربوهن والله ما بتشان جرحك. أنت غالي والله غالي. بس يمكن عندهم. يمكن الغالي تعبه الأكبر. يعني مرات شخص من قد ما غالي تعبك. لا أنت أنت. إيه أنا يعني يمكن تعبتهم لذلك ما تحملوا. ها. إيه. نعطيهم عذر. إيه طبعًا. حقك التعب عشرته الغالي. أنت يعني بصراحة أكثر شيء يحبونه بيك شنو؟ والله حسب الشخص. لا احنا جاي نسولف على هذا الشخص اللي انت تقول عليه. إيه. اللي ما رضيت اوصفه باشخاص. شايف بهاي علاقات الحب اكو لقطه تصير لطيفه. يعني انت تتعلق بشيء معين يعني تفصيله صغيره والمقابل كذلك. فتحب ضحكتي وانا احب عيونها. ها ايه تحب ضحكتي وانا احب عيونها. كنت مطفي ولونتني بلونها. بنيه من مي الورد وشويه طين. وخايف من عيونها يحسدونها إلا نيمها على صوتي يلا نام عدها لها وخايف يتعبونها. الله نقدر نرجع بالزمن شوية؟ إيه جيد ممكن. خلينا نرجع إلى أيام الدراسة. زين ممكن أرجعك بقصيدة؟ لا بالي هيك أربع أشياء شوفهن وإنه بنرجع القصيدة. زين اكو شان عرف ما ياتي. زين الطيب. ما ادري ليش الطيب يرخصون مايه واللي يبيع ويشتري بالناس يكبر. وما ادري ليش المالهم داعش كبرهم. ويلي الله. الوجع. الوجع هم زين الكسر بالروح ما ينشاف. تدري هذا البيت اموت عليه؟ في دول عينك. هم زين الكسر بالروح ما ينشاف. اي والله. الذكريات. الذكريات صراحة معاناة كبيرة بس هي كون أراوك ياها كون أشق صدري وأقول للناس هاكم يوجع الماء ينكتب. تدري هذا البيت ايش قد استشهد لك بيه؟ اي تدري مو؟ هو أنا هم لاطفتك بيه لأنه تحبه. يا اخي كون اشق صدري واقول للناس هاكم يوجع الما ينكتب. اكو اشياء بجد يعني الله يساعد الناس اللي ما تكتب. يمكن احنا نكتب نعبر عن اشياء ورغم ذلك اكو اشياء ما نقدر نفصح عنها. يا اخي حقيقه انت استحقاقك مو حلقه. تدول عينك تدول عمرك. بس ان شاء الله نتواعد بجزء ثاني. خلينا نسميها جزء اول ان شاء الله. شرف طبعا كل شرف لانه احس بعد اكو مكنون. الله يطول عمرك من ذوقك. ناخذ قصيدة؟ إن شاء الله. قصيدة اسمها حي الجميع. حي الجميع تذكرها. مال الصغار. غميض جيجو. اي أنا هسه من ساعة من قلت لي الذكريات. فأنا أخذتني هاي الأجواء، يعني أنا إنسان يحن للماضي دائماً، يحن للطفولة. ذيك الأيام اللي كنا نعيشها، الفطرة اللي كانت موجودة عندنا. فهي ورقة استذكارية تقول الحنين يبوقني من أيامي للماضي للفطرة ولعبنا وسدرة الجيران. نركض والمطر يركض وقبل نطيح وقوس القزح كان ألوان. وتكية بحديقتنا تخضر بالسنة مرتين
وتحمل بالسنة مرتين، جذرها يجيس مر الدنيا مر الناس من تعب أمي يشرب كان، ودقت بابنا لتصدف ويا الآذان، ونطفح جايبين بشارة جانا فلان جانا فلان، أكبر حلم ننتظره صباح العيد والعيدية والكاكول والقمصان، وتصير هدومنا بليلة العيد فراش الله، وغطانا الفرح ومخداتنا اطمئنان، انحزد القاسطة تخرخش دعابه البيض، وكبير اللي يسبق بلعبة الركيضان، والجمرية الجمرية تعويذة نطر بيها الشتا كله، واللي يقول لنا جاكم صيف مهفة مبللة نقله، حتى بالحرب بالحرب كان الأمل موجود، صناديق العتاد نضم كتب بيها وكصرة بعلق مجدودة. الله الله الله. حتى بالحرب كان الأمل موجود، صناديق العتاد نضم كتب بيها وكصرة بعلق مجدودة، جو الميز لها السما درشبيه، أحن أحن لسنين مر الطير طافح والسما عمري، محنة ودفت سيارة وعشق عذري، ولمت ناس ناس مدري شلون غربة وبالحزن خوة، عفة وخلهم وروح وشوارب تنقط مروة، ضحك من خاطر وبوجه اليمر عابر، ومليانة البيوت قلوب عجايز فارشة العتبة وصوانة تفترع للبوب. الله. ويجي الغروب يجي الغروب والحرمل الحرمل فرض، خافوا الوجوه على البعيد تلوب، وقعدات الكبار قعدات الكبار انطبها طبة خوف، رقبة بين سيف وسيف، نعذب سكتة ونبوق الحكي بترتيب، وهنيال اللي يصب مرتين مي للضيف، المضايف عامرة بالبخت مو طابوك، يلوح القلب ماي الكوز والوان الغليجة تلوك. الله. وصورة علي معقل للزلم ثاية، ولل يركب الباطل واللي يريد يعيل، اكو بكوسر الصورة برنا ورايه، ومن تغيب شمس الله العيون تغيب، قبل قعدة الشارع عيب، كل واحد يرد بابه لبيوته سهار، ويخضر ضوى من اخر الظلم. الله الله. فانوس وضوى يعبر السابع جار، ونهود من وقت نهود من وقت، لا سهر لا دخان، واخو يوادد اخو مو عاتبه وجرحه، وقبل جيت الشمس والطير على صوت الخبز نصحه. الله. صباح الخير للتنور، الضحكات الابو الكفه بمتونه كسور، للي يسحق الظلمه بغبشه العمال، ومن يرجع محمل نور، حتى البوق هذا البوق البوق كان ازماط مو فكره، ردت عايل عازه مهابه قوم، والحواف ما ياخذ من الفقره، والعشاق العشاق من تتلاقى عين بعين بوسة مستحة وتروح في شجرة، ورسالة مغرم رسالة مغرم بشف طفل بيها هواج وقلب ويسهم واسمه ورشة من عطرة، وكاسية الأغاني كاسية الأغاني بين هذا وذاك يومية على بيتي يروح، وقوس وسهم يوم كلثوم كل ساعة قلب مجروح، بلك الله يجي ويا الشجر ويا المطر ويا الريح، صوتي لوحنا حي الجميع يصيح. حي الجميع حي الجميع يصيح، ونفك عيوننا فقت جفن حلمان، نفك عيوننا فقت جفن حلمان، بلك الله العمر مو صدق هم يضان، بلك الله العمر مو صدق هم يضان. الله يسلمك الله يحبك يا حبيبي. الله شاهد انتظرت هذا السيناريو الرائع، انتظرت تكمل حتى اعبر عن اعجابي. فدوى فدوى ذوقك ولعيونك. الله يسلمك ولك. السؤال الاخير. اي. لو كنت انت جاي شاهد هاي الحلقه. زين. ايش قد راح تعطي احمد المرشدي بالحلقه؟ طبعا اكيد من 10. هذا هذا يعني الراي نتركه للجمهور. طبعا. نتركه للجمهور يعني، بالتالي ما اقدر اقيم نفسي، بس اتمنى يعني اتمنى اوصل للعشرة من 10، اتمنى. هذا الكمال لله. من حقك. الله يسلمك. وصلنا للختام. اي. اخر كلمه تقولها هذه كامرتك. اولا شكرا لك، شكرا للاخوه اللي تعبناهم ويانا اليوم، شكرا لقناه الايام ولبرنامج المهلهل، وشكرا للسيد المشاهد، اتمنى اكون ضيف خفيف الظل عليك. شكرا.
شكرا لك ايضا يا حبيبي. مشاهدينا الكرام، وصلنا وياكم الى ختام حلقه هذا اليوم، كان معكم في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري، في امان الله نلتقيكم في حلقات اخرى.